مبزيان مونغاتي موسم التلفزي لو توصفه لي سنة في كلمة أو عبارة يا أخي هو فما موسم تلفزي صحيح هو كان موسم تلفزي غريب جدا حتى لو مازال شهر على رمضان تقريبا شهر وعشر أيام مازلنا في الجنب موسم تلفزي غريب يعني كارتاج بلوس برامج هو طارق عندي رأيي الشخصي رأيي الشخصي نقول اللي الأمور بدأت تدخل بعضها من اللي كاكتيوس خرجت من قناة الحوار التونسي من اللي العباد تمهمش يتفكى من كانوا يتفرجوا في نوفل في الحوار الحوار جل تاسع كذا على الشابي كذا لين الفترة ديجا راهو مش بالساهل باش فهموا المشاهدين اللي راهم فهم شافي مخاخهم اللي التاسع ولا التابعة سامي الفاري أما تمهميش إداري تلفزي مش من المتفرج لا 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 حتى المتفرج زاد داخل بعض من غادي بدات الامور خاطر كاكتوس شركه كبيره برشا معناتها من اهم الشركات والبرودكسيونات اللي عندنا اي ولكن انا نحكي على برامج مثلا تعملت بروموت بتاعها وما تعديتش خاطر ما خلطوش وما وصلوش خاطر ما خلطوش خاطر ما فهمش دخل فيه خاطر ما فهمش اي نعرف خاطر ما فهمش فلوس المتفرج اخي احنا ما في الاخر المتفرج هو اللي يجيب لنا الدنيا الكل معناتها اذا كان المشاهد ما يعجبوش الكونتينو سي كل مستشار ماهوش باش يجيب لك فلوس صح معناها ما نجموش نكونوا متفاهمين التلافز والراديوات مع المستشارين وقت اللي المشاهد ماهوش فرحان باللي قاعد يتفرج فما حاجات مثلا كانت الحقيقه المتفرج مثلا مع مريم بالقاضي تونس اليوم في الاكسيس تايم في حوار تونسي تنحى مثلا ماهوش كل ميديوم يمكن الفريق الكل كل فهمت وهذا كان برنامج أنا مهم أنا بعد رونديفو 9 زاد باه مع مريم بالقاضي اللي نعرفه انه سامي الفهري ذكي برشا سورتو في البرامج نتاعو تصور زاد كي العاده راي شخصي انه مريم بالقاضي ما عادش فما خاطرها ديما جنيرال ما تحكي على السياسه وفهم لي بعد لو 25 جويي ما عادش فما سياسه معناها فما بوليتيك معناها على خاطر تحنا في يجي نفسر لك حاجه طارق والله حتى الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا بالكدا لاحظوا وانه السياسه اصبحت غير عادله في التلافز على خاطر فما قيس سعيد وبقيه الاحزاب وفما حاجه اخرى انه قيس سعيد ما عندوش انصار هو ديجامكم كونفيرميهم معناها ما خرج استعرف بحتى انسان معناها مناصر له قال لك انا والشعب فقط دونك قاعدين ديما نشوفوا في تلافز ماذا تفعل تهاجم قيس سعيد صحيح هكا ولا دونك العباد ما عادش يساعدها الوطنيه زاد مثلا البرايم تايم في الويكاند فارق عد العوام اللي فاتوا كان فما ديما معانا وفما مع انا ويسر كانوا البرامج هذوما زاد بون كان باش نحكيو على التلفزات الخاصه نجموا نتكلموا ونحكيو نقولوا لمشاكل ماديه ولكن خويا التلفزه الوطنيه مشاكلك ماديه منين والله معناها تو تخدموا في الليتاتيك والفلوس قاعده تمشي كل شر مع تحياتي ليهم ونحبهم وزملائنا لكن ابارامون فما مشاكل في وسط التلفزه بيدها يمكن الفلوس ماهيش مشاكل ماديه يمكن صرفوهم بالشريو والحقوق مقابلات البطوله مش عاديو في مش عاديو ما عاديو في حد شيء والفلوس قاعده تدخل من الاعادات نتاع شوف اللي حل وقت اللي الممثلين معناتها ما عندهمش فلوس على كل شيء البرمجه التلفزيونيه تتحسن في باقي اللي قعد من العام هذا والعام الجاي تكون بدايه اخرى جديده ونظره اخرى جديده وان شاء الله الموسم الرمضاني يزيد يرجع القنوات شويه يعيشهم اكثر من جديد سكا يبرك شويه ان شاء الله يا ربي اما بلا جست باش نحكي كلمه بركه في الامر هذايا بالحق راهو السنه هي بدايه النهايه نتاع اعلام جديد ونهايه بلوتو الاعلام القديم وبدايه الاعلام الجديد لا تويكا بانت بالكشف خاطر والله مني البرشا دي سبونسور كبار والله العظيم وصلوا انهم يطالبوا السيد مولا ليميسون باش انه يحسن من الكاليتي دو كونتينو علاش على خاطر فهموا اللي ولات تمس ديريكتومون لوغ ايماج دو مارك ولات العباد تسب في المستشارين جمله واحده ما عادش يحبوا ازاسوسي ليماج نتاعهم بالكونتينو ساعات يكون موفي بوز معناتها فما اثر كبير أثر كبير من الكورونا زاد صار بعد بيان سور الكورونا عندها دخل زاد كان يحط 50 مليون ولا يحط 10 الكورونا سرعت العمليه نتاع نهايه البرامج هذيك من كوتي استشاري وكل شيء لكن فما حاجه اخرى لازم نفهموها اللي تويكا راهي التلفزه التونسيه ما تحتاجش الانسان يداري تحتاج الانسان ان فيزيونير بالنجم يشوف المستقبل راهو حاجه جربتها مره اثنين ثلاثه مراقتك هاو بدل جديد وجدد واضح هو طرح باش ان شاء الله نلقاو برامج تلفزيه بها كل خاصه زاد في القناه الوطنيه نسلموا على الكل العاملين فيها والناس اللي تخدم في القناه الوطنيه وان شاء الله ترجع على الكوره غادي وان شاء الله ترجع الاعمال وان شاء الله في رمضان نشوفوا حاجه باهيه كان يا ما كانش والحلقه اثنين زاد الاعمال اللي نستناو فيها برشا هي موجوده في الوطنيه مع زاد الاعمال اللي في بالنا بهم شويه في الحوار وبراء وكذا وفوندو ان شاء الله القناه الوطنيه ترجع القوه نتاعها وهو طرح بالتصليح ما في حتى غايه اخرى زاد قناه نسمه ان شاء الله على قريب باش ترجع هكذا طلب تغيير الاسم وكل ولكن ان شاء الله ترجع ان شاء الله باش ترجع بالاسم نتاعها